راعي في إنشاء مطار مدني في كركوك لتوفر البنى التحتية الأساسية لإنشائه، إلى جانب المطالبة بالإسراع في إنشاء مصفى للنفط في كركوك. وأشاروا إلى أن محافظة كركوك شهدت منذ تسنم الدكتور نجم الدين كريم إدارة المحافظة ازدهارا وتطورا عمرانيا واسعا، أسهم في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها نموذجا يقتدى به في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية. إلا أن المحافظة بحاجة إلى مطار مدني ومصفى للنفط لإكمال النهضة العمرانية التي بدأتها إدارة المحافظة منذ أعوام ولغاية يومنا هذا. لطالما عانت كركوك من الإقصاء والتهميش ولعقود من الزمن، وعقب تسنم الدكتور نجم الدين كريم مهام عمله محافظا لكركوك، عملت إدارة المحافظة بتغيير معالم المدينة نحو الأفضل. إلا أن الحكومة الاتحادية لا زالت بعيدة عن إنصاف كركوك وأهلها والإجحاف ببعض من حقوقها المشروعة، وخاصة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كمصفى للنفط ومطار مدني. هذا ما أكده أعضاء من مجلس محافظة كركوك، مشيرين إلى أن مجلس المحافظة يساند الإدارة في اتخاذ قراراتها من أجل كركوك أفضل وبعيش رغيد لأهلها. بالنسبة لإنشاء مطار في محافظة ميسان، نرى الحكومة العراقية غالبا ما تحاول أن تعمل بصورة غير واقعية أزاء المحافظات العراقية بشكل عام، وبالذات ما نلاحظه في محافظة كركوك، حيث لا تهتم بالأمور كثيرة، منها إنشاء مصفى ومطار في محافظة كركوك والكثير من الأمور الإدارية. وما نراه من الانكسارات التي لاحقت الحكومة الاتحادية لم تكن سوى حكومة إقليم كردستان والبيشمركة في مساندة واهتمام بأهالي محافظة كركوك. لذا نرى دائما أن الضغوطات والتعاملات السياسية هي التي تحل هذه المشاكل. نحن غالبا ما لا نعمل بالقرارات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية، ونعمل كمجلس محافظة كركوك على دعم الإدارة بالذات وليس الحكومة الاتحادية، ونحاول جاهدا على تشكيل وفد لزيارة بغداد والوزارات الاتحادية للتباحث مرات ومرات بصدد هذه المواضيع. ناشطون في منظمات المجتمع المدني طالبوا نواب كركوك بالضغط على الحكومة الاتحادية من أجل ضرورة الإسراع بإنشاء مطار مدني في كركوك عسوة بالمحافظات الأخرى، كون كركوك تتوفر فيها البنية التحتية الأساسية لإنشاء مطار مدني. كافة القضايا المتعلقة بكركوك هي قضايا مسيسة، لذا على نواب الكرد وعلى إداريين في مدينة كركوك الضغط على الحكومة المركزية في إسراع بتحويل المطار من مطار عسكري إلى مطار مدني لكي يجلب النفع لمواطني كركوك. إنشاء مطار مدني ومصفى للنفط أصبح مطلبا ملحا لأهالي كركوك، وخاصة أن كركوك اليوم تعيش بأبى حلة عمرانيا وخدميا، وهي من المدن الآمنة والمستقرة قياسا بالمحافظات الأخرى. يشار خالد، فضائية كركوك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفائها استهدفوا عصابات داعش الإرهابية ب25